أهلا بيكم مرة تانية، وما زلنا في بث مباشر وبننتقل في هذا البث المباشر لجولتنا مع الصحافة العالمية وأهم ما اهتمت به من قضايا وموضوعات. ومعانا في هذه الجولة كالمعتاد أستاذ عزت إبراهيم، خبير العلاقات الدولية والكاتب الصحفي بالأهرام. أهلا بحضرتك. عايزة بس أقول في 30 خبر عاجل، ضبط سمير عبد السميع مسؤول لجنة النظام في مكتب الإرشاد، وتم القبض عليه في إحدى الشقق في التجمع الخامس ضمن عمليات الملاحقة للكوادر الإخوانية. أبتدي مع حضرتك أستاذ عزت بالواشنطن بوست اللي نشرت خبر عن أنه تقارير وقف كل المساعدات لمصر كذبة والإعلان عن مستقبل العلاقات خلال أيام. والحقيقة كان عندنا فعلا خبر في بداية جولتنا عن هذا الموضوع، والبيت الأبيض أصدر بيان رسمي والمتحدثة باسمه قالت أنه كل ما يتعلق بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر عاري تماما عن الصحة، وده هيتحدد خلال الأيام المقبلة. على حسب الموضوع، يعني شايف أنه على أي أساس سيتحدد حجم المساعدات الأمريكية؟ القصة بدأت الفجر اليوم بتوقيت القاهرة بخبر من على لسان أحد المصادر مسؤول في الإدارة الأمريكية لموقع أو للCNN. كان خبر عاجل فجر اليوم أنه الولايات المتحدة ستقرر خلال أيام وقف كل أشكال المساعدات المقدمة إلى مصر. الخبر أثار ضجة كبيرة في الفور، يعني في الولايات المتحدة، وبدأت عمليات التحري عن هل هذا الخبر صحيح أم لا. بعد حوالي ساعة أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي بيانا باسم المتحدثة. هي في طبعا مجلس الأمن القومي يوجد في البيت الأبيض، يتبع البيت الأبيض، ونفت فيه أنه هناك اتجاه إلى وقف كل أشكال المساعدات. هي الموضوع كل أشكال المساعدات تحتها 100 خط، أنه ربما يتقرر خلال أيام تجميد جزئي للمساعدات العسكرية، ربما يتجه إلى الاكتفاء بتجميد المساعدات العسكرية المباشرة اللي تحصل عليها مصر، خاصة عقود الدفاع، ولكن الاحتفاظ بما يخص التعاون مع مصر في مجال الإرهاب وحماية الأمن في سيناء. طبعا المسألة شائكة جدا، وأعتقد أنه هناك اتصالات كثيرة تقوم بها أطراف عديدة من بينها بالقاطع الدبلوماسية المصرية. هذا الأمر ربما هو الأول من نوعه منذ بدء برنامج المساعدات في أوائل الثمانينات. في حال إقرار التعليق، تعليق المساعدات حتى الانتهاء من خريطة المستقبل في مصر وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، هذا هو الشرط الذي يمكن أن تضعه الولايات المتحدة، ويمكن أن يتسبب في حالة من الاحتقان المؤقت بين مصر والولايات المتحدة. لكن في جميع الحالات السلطة في مصر والحكومة الحالية في مصر ربما لن تقبل بالوقف الكامل، لأن هناك عقود مبرمة مع الولايات المتحدة في هذا الشأن. هناك مصانع أمريكية تستفيد من المساعدات الأمريكية، هناك عقود بالفعل 4 تريليون دولار، 4 مليار دولار بين وده مصر. سبب النفي التام اللي حصل النهاردة على لسان المتحدث، لأنه بيتسبب في ارتباك شديد في العلاقات الثنائية. المساعدات هي جزء أو ضامن حقيقي للعلاقة بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل. هذه المساعدات حصلت عليها مصر بموجب نتائج لكامب ديفيد. تمام. طيب، عندنا أخبار عن، يعني خلينا ندمج خبرين أو عنوانين في الواشنطن بوست. أولا، أوباما لن يقدم تنازلات للجمهوريين مقابل إقرار مشروع الميزانية ورفع الحد الأقصى للدين. وعنوان ديلي تيليجراف، صندوق النقد يحذر من أضرار عميقة للاقتصاد العالمي في حال فشل في رفع سقف الدين الأمريكي. واضح أنه أمريكا في مشكلة اقتصادية، ما يمكن إحنا كقراء عاديين ما نبقاش عندنا خلفية واضحة قوي، فياريت توضحها لنا حضرتك. الناس بتسمع عن الأخبار القادمة من الولايات المتحدة في هذا الشأن. هناك مشكلة كبيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب والشيوخ الأمريكي بسبب رغبة أوباما في تمرير الموازنة الأمريكية الجديدة، تتضمن برنامج الرعاية الصحية، وهو سيحمل الموازنة الأمريكية أرقام كبيرة. الجمهوريين يرفضون لصالح المواطنين، لصالح المواطنين هيحمل الدولة، لكن البرنامج نفسه عليه مشاكل كثيرة
كثيرة، لأن الجمهوريين بيروا أن البرنامج يقدم تسهيلات خاصة بالرعاية الصحية للمواطنين بشكل مبالغ فيه، وربما العاطلين عن العمل. الجمهوريين لا يتبنوا فكرة أنه كل الناس تحت التخطيط الرعاية الاجتماعية في الدولة، بيروا أنه هناك إنفاق زائد عن الحد في الموازنة يجب الحد منه. مسألة رفع الحد الأقصى للدين عشان الناس تفهمها، هي هناك الدين العام في أمريكا اللي هو 16.7 تريليون دولار، هذا السقف بيتم رفعه كل فترة حتى يلبي مطالب الانفاق العام في الولايات المتحدة. معنى أنه بيتم رفعه بموافقة الكونجرس، لأن هذا موجب الدستور الأمريكي لابد من الرجوع للكونجرس فيه، من أجل أن تحصل الحكومة الأمريكية على إقراض من البنوك لتسديد التزاماتها. فإذا كانت هناك مشكلة بالحجم اللي احنا شايفينه دلوقتي، الحكومة الأمريكية لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها، فبتحصل إغلاق جزئي ثم إغلاق كامل. وده عشان كده شوفي التقرير الصندوق النقد الدولي بيتحدث بشكل واضح أن هناك مشكلة كبيرة، لأن مؤسسات الإقراض الدولية ستتوقف عن إقراض أمريكا، وربما ترتفع الفوائد وتحصل مشكلة عميقة جدا في الاقتصاد العالمي تؤدي إلى ده. بيفكرنا بأزمة كانت حصلت بسبب برضو في سنة من السنين بسبب العقارات في أمريكا، كانت أزمة اقتصادية كبيرة أثرت على العالم كله برضو. الأزمة العالمية هنا يمكن هي جزئيا، لأنه لما بتفقد الثقة في الاقتصاد الأمريكي بيحصل حاجة اسمها تقليل درجة الائتمان بتاعة السندات الأمريكية، فده بيؤدي إلى عواقب كبيرة على المؤسسات المالية الأمريكية وفقدان الثقة في الاقتصاد نفسه. هو طبعا أي هزة كبيرة بالذات في الاقتصاد الأمريكي بالتالي لازم يبقى ليها توابع على اقتصاديات العالم، يعني يمكن عشان خاطر دي المرة الأولى من يعني دايما الحاجات دي بيتم تمريرها بموجب صفقات بين الجمهوريين والديمقراطيين. هذه المرة الأولى الجمهوريين يريدون مكسب سياسي كبير، تمام، لأنه احنا على شفا انتخابات كمان، فأكيد في أي ورقة ضغط أي ورقة ضغط بيتم استخدامها. في صحيفة ميل أند جلوب، أمريكا تواصل ملاحقة القاعدة في أفريقيا. التفاصيل بتقول أنه يعني أمريكا لن تتوقف عن ملاحقة كوادر القاعدة في أفريقيا، لكن لن تدخل في حرب، يعني هيكون الأسلوب مختلف نوعيا وتكتيكيا. هل ده نتيجة للأزمات اللي بتعاني منها أمريكا ونتيجة لأنها مش عايزة ترهق الكوادر البشرية اللي عندها، لأنه دايما في هاجس أنه تزهق أرواح أمريكيين تاني في أماكن خارج بلادهم، ولا هناك أسباب أخرى؟ الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالأمس تحدث عن أنه ملاحقة القاعدة في أفريقيا لا تعني دخول أمريكا في حروب جديدة. طبعا هو تعرف أنه هو من أيام الانتخابات الأمريكية في 2008 هو بيقدم نفسه كرئيس للسلام، وليس لم يأتي من أجل مزيد من الحروب، وإرهاق زي ما تقولت إرهاق الموازنة الأمريكية وإرهاق الجيش الأمريكي وتوريطه في حروب. لكن المشهد العام في شمال أفريقيا وفي شرق أفريقيا بيدعو إلى أنه الولايات المتحدة ربما تنخرط تدريجيا في مواجهات عسكرية أو في حروب صغيرة النطاق من أجل الحد من قدرات القاعدة التي بدأت في الازدياد واتساع رقعتها على مساحة دول شمال أفريقيا ومالي وحاليا في الصومال. أيضا بترن المسؤولين كان في جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي بالأمس مجلس الشيوخ، ومسؤولة مهمة في البنتاغون قالت أنه حركة الشباب الصومالية هي تمثل التهديد الأكبر للولايات المتحدة حاليا. من الواضح أن الولايات المتحدة قامت بعمليتين في الأيام الأخيرة، واحدة ضد أحد قيادات القاعدة في ليبيا وتمكنت من القبض عليه، الآخر في الصومال وهرب ولم يستطيعوا الإمساك به. العمليتين بيدلوا على أنه أصبحت هناك رغبة حقيقية من الولايات المتحدة في مواجهة مثل هذه الأفعال وهجمات القاعدة في الفترة القادمة، خاصة برضو لها انعكاس داخلي أن الديمقراطيين تحت ضغوط أنهم ساعدوا في انتشار القاعدة خاصة بعد سياستهم تجاه الربيع العربي. نعم. جريدة ديلي ميل الأمريكية تقريبا البريطانية عفوا قالت أنه التلفزيون السوري عرض لقطات لتدمير المفتشين الدوليين لأسلحة كيماوية.
يعني يمكن ملاحظة المفتشين يقومون بفحص الخزانات ولوحات التحكم. ورئيس المنظمة التابعة للأمم المتحدة يقول إنها بداية بناءة للعملية، مشيرا إلى أنه سيتم نشر عشرات المفتشين. هذه الصور بتعكس بداية عمل لجان التفتيش في سوريا. هل هذه المعلومات بتقلل من فرص توجيه ضربة عسكرية؟ إنه فكرة تدمير الأسلحة الكيماوية، إنه سوريا أصبحت متاحة للمفتشين إن هم يفتشوا على أي أسلحة ترعب أو تقلق العالم، ده بيودينا لطريق انه استبعدت فكره توجيه ضربة عسكريه لسوريا، ولا كل الاحتمالات ما زالت مطروحه؟ اعتقد انه عرض التلفزيون السوري هذه اللقطات لمده دقائق قليله يبث نوع من الطمانينه الى حد كبير في استمرار العمليه على نحو جيد، حتى انه رئيس منظمه حظر الاسلحه الكيماويه قال انه انها بدايه بناءه ومطمئنه لامكانيه استمرار العمل. وبناء عليه اعتقد ان بان كي مون امر بارسال اكثر من 100 عضو من فريق التفتيش الدوليه لاستكمال العمل في سوريا في الفتره القادمه، حتى انه وكاله الانباء الفرنسيه عامله تقرير اليوم عن بيقول فيه انه من الواضح انه عمليه تفكيك الاسلحه النوويه أسلحة الكيماوية السورية ربما ستكون أسهل كثيرا من الجلوس على مائدة المفاوضات وإجراء عملية دخول في عملية سلام جديدة في سوريا المعروفة باسم جنيف 2. المؤشرات مطمئنة، لكن في نفس الوقت عملية تفكيك ترسانة كيماوية في وقت حرب أهلية هي القلق أو العائق اللي لازال بيقف أمام استكمال العملية بشكل جيد، خشية أن يقوم النظام السوري بإخفاء بعض الأسلحة في أماكن سرية لاستخدامها في المستقبل. سيناريو عمل لجان التفتيش في سوريا ويعني ضبط بعض الأسلحة أو فتح الدولة نفسها لكل خزاناتها زي ما بيقولوا، هل يذكرنا بالسيناريو ما حدث في العراق في مرحلة ما؟ وبالرغم من كل ذلك في النهاية تم توجيه ضربة عسكرية وتم إسقاط النظام العراقي؟ العملية في العراق ولا الوضعين مختلفين؟ العملية في العراق استمرت لعدة سنوات، لعدة سنوات سبع كان سنين في عمل لجان التفتيش هانز بليكس وفريقه، لكن هم الموضوع انتهى في بسبب تعنت أيضا النظام العراقي انه قام بايقاف مهمه المفتشين الدوليين. عشان كده هم احنا كنا ناقشنا قبل كده اكتر من مره انه في خبراء دوليين بينصحوا او بيقولوا انه من الممكن ان تصل الى نفس النقطه، عشان كده ما فيش ثقه كامله في النظام السوري، ربما يكرر نموذج صدام حسين تاني. نعم. نروح طيب ناخد جزء من مؤتمر صحفي ل الجامعة العربية اللي كان فيها انعقاد للمندوبين الدائمين فيما يتعلق بالشأن السوري، نرجع بعده مباشرة لاستكمال حوارنا مع أستاذ عزت إبراهيم. كلها حول القدس، وهي قرارات في غاية الأهمية لأنها عبرت عن الموقف، موقف المجتمع الدولي بأنهم يرفضون كل الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس. وهذه القرارات يمكن بهذه المناسبة أن نشيد بها، ونشيد بالتنسيق اللي كان ما بين المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية واللي استطاعت أن تصل إلى هذه القرارات الستة اللي هي تعبر فعلا عن ضمير وعن موقف المجموعة الدولية بشأن القدس. شكرا. نعم احنا الاجتماع مفتوح الان سواء على مستوى المندوبين استمرار، واذا راوا ربما يكون على مستوى الوزاري، فالاجتماع هو الخاص بسوريا ومتابعه التطورات والمستجدات هو متواصل ومفتوح. وشكرا.
ده كان مؤتمر صحفي سريع جدا لما خرج به اجتماع المندوبين الدائمين اليوم صباحا في الجامعة العربية بشأن تطورات الموقف في سوريا. ويمكن كنا بنتكلم مع أستاذ عزة إبراهيم عن التطور على الأرض في سوريا والسماح للجان التفتيش بممارسة عملها. نروح لبريطانيا وتحديدا تقرير للبي بي سي صادر عن رئيس المخابرات البريطانية أنه بيؤكد تزايد خطر الإسلاميين المتشددين في الداخل البريطاني. بيقول في أول خطاب علني له بعد توليه المنصب في أبريل الماضي، قال أندرو باركر رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني M15 أنه الآلاف من المتطرفين الإسلاميين في المملكة المتحدة يرون جموع البريطانيين باعتبارهم هدفا مشروعا للهجمات. وأضاف أن التهديدات الأكثر مباشرة وفورية تجاه المملكة المتحدة تأتي من القاعدة وفروعها في باكستان واليمن. الآن الغريب أنه هذه المنظمات موجودة وبتعمل تحت مرأة ومسمع الحكومة البريطانية لها سنوات طويلة جدا، ومعروف علاقتها المتغلغلة مع شخصيات هامة في المجتمع البريطاني. لماذا يأتي الإعلان عن ذلك الآن؟ إنه هناك خطر، هناك استهداف، أعدادهم متزايدة وما إلى ذلك. الخطاب كان أمام المعهد الملكي للخدمات المتحدة في وايت هول. أعتقد أنه بشكل رئيسي كان يشكو رئيس جهاز المخابرات البريطانية M15 من نقص المعلومات عن الألاف من الإسلاميين المتشددين في بريطانيا اللي هو وصفهم أن عقيدتهم بترتبط بفكرة استهداف الجمهور العام في بريطانيا، وربما تكون ذلك نتيجة معلومات عمليات محتملة في الداخل البريطاني ضد الشارع البريطاني بسبب سياسات أمريكا وبريطانيا مؤخرا بخصوص القاعدة وغيره. زي ما احنا عارفين انه السياسة البريطانية مرتبطة بالولايات المتحدة بشكل كبير، لم تحدث عمليات إرهابية كبيرة في القارة الأوروبية منذ فترة طويلة. ربما يكون هناك احتمالات بهذا الأمر، ربما يكون هناك استعدادات، لكن هو بشكل عام ركز في كلمته على انه هناك نقص في المعلومات لدى الأجهزة الأمنية بخصوص نوعيات جديدة من المتطرفين. طيب نروح لمعهد برينان في نيويورك اللي يتحدث عن تخزين وكالات المخابرات الأمريكية بيانات المواطنين، وبيقول أنه بيفتح باب التجاوزات. دي مش المرة الأولى اللي يتم ذكر فيها فكرة التلصص على الخصوصيات في الداخل الأمريكي، وفي ناس كتير اعترضت على ده من وسائل الإعلام ومن الأطياف السياسية هناك. لكن يبدو أنه منهج متبع ولن يتم الاستغناء عنه نتيجة للأحداث اللي بتحصل مؤخرا في العالم كله ممكن تلقي بتبعاتها على أمريكا، بالتحديد الإرهاب طبعا. هو المعهد بيقول أنه هناك معلومات عن مواطنين عاديين لا علاقة لهم بأي أنشطة من أي نوع يتم تخزينها لمدة 20 أو 30 سنة. هذه تمثل تهديد خطير جدا للديمقراطية الأمريكية، وأنه المؤشر في هذه التصرفات من الأجهزة الأمنية الأمريكية وأجهزة الاستخبارات في تزايد، وهو ما يشكل يعني ممكن يكون استغلال لإباحة الفكرة أنه يخزن معلومات خاصة عن المواطنين، لكن بيوسعوا شوية المجال. يعني ممكن يبقى فعلا مواطنين ما لهمش أي ميول سياسية، لكن أحيانا بيرى البعض أنه تخزين معلومات لمواطن عادي دلوقتي ممكن هذا المواطن لا يصبح عادي في المستقبل. يعني يعني ممكن يتم تجنيده في وقت زمني لاحق، يتم استخدامه بشكل أو بآخر، وبالتالي ممكن ده يكون مبرر لهذه الأجهزة أنها تجمع معلومات عن كل الناس حواليهم شكوك أو ما عليهم شكوك. من الحاجات اللي في التقرير الملفتة أنه فكرة أنه اللي بياخد الجرين كارد أو البطاقة الخضراء لدخول أمريكا بغرض الهجرة هو من أكثر الناس اللي هم بيتم وضعهم على هذه القوائم والمتابعة وتخزين المعلومات عنهم. وزي ما حضرتك قلت أنه من الممكن استخدامها في المستقبل ضدهم أو لتجنيدهم أو غيره. هنا التقرير بيشير بشكل واضح وصريح انه انتهاك الخصوصية وانتهاك الحرية الشخصية لمدة لسنوات طويلة، خصوصا في انه في السنتين الاخيرتين في انتهاكات واضحة وفي شكاوى كثيرة من تجميع معلومات غير ضرورية لكنها من الممكن استخدامها في المستقبل. تمام، زي ما قبضوا على الناس في بوست اللي تسببوا في تفجير بوستن بعد يومين بسبب معلومات
مخزنة. طيب عندي خبر أخير الحقيقة، احنا خلصنا جولتنا مع الصحافة العالمية، في خبر من جريدة الخليج الإماراتية أنه سيتم البدء في محاكمة الخلية الإخوانية اللي اتهمت بقلب نظام الحكم في الإمارات 5 نوفمبر 4 نوفمبر محمد مرسي في مصر. يعني شايف أي رابط من أي نوع؟ وصاد يعني هيبقى أسبوع ساخن، الأسبوع الأول من نوفمبر محاكمة الإخوان بكل ما سيكون له من تحسبات وإجراءات أمنية واهتمام عالمي كبير بالحدث، وربما خروج مظاهرات والجامعات وغيره. فأعتقد أن احنا هنكون قصاد فترة ساخنة جدا. لكن فكرة الخلايا الإخوانية في الإمارات مش شيء، يعني كان في كلام عليها، وكان في يعني وقت حكم الإخوان في السنة اللي فاتت لم يستطيعوا إن هم يأثروا على الدولة الإماراتية أبدا، يعني عملية القبض على المجموعة من المصريين وجنسيات أخرى في الإمارات بدأت قبل سقوط محمد مرسي بفترة، والسلطات الإماراتية بتؤكد أن لديها أدلة دامغة على وجود شبكة كبيرة من المصريين المقيمين في الإمارات منذ فترة طويلة. الموضوع محاط بدرجة ما من السرية، ربما نتيجة طبيعة الدولة في الإمارات، لكن في جميع الحالات أعتقد أنه تقديمهم للمحاكمة أمر إيجابي، لأنه كثير منهم لم يسمع عنهم ولم تتاح لهم فرص الظهور أو توكيل محامين أو غيره لفترة طويلة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عزة إبراهيم، خبير العلاقات الدولية والكاتب الصحفي بالأهرام، على هذه الجولة، ونشوف حضرتك دايما على خير، ومستمرين مع حضراتكم في بث مباشر. نخرج لفاصل قصير، بعده ننتقل للفقرة الرياضية مع زميل إبراهيم فايق. We'll be right back.